وينضم إلينا من تونس فرج حميد المحلل السياسي الليبي. سيد حميد، بعد التحية، لماذا أرسل أردوغان أسلحة ومرتزقة لدعم السراج بحسب الجيش الليبي رغم أنه حضر مؤتمر برلين؟ أهلا وسهلا بك. مرحبا. يعتبر ما قام به أردوغان هو انتهاك واضح وصريح لاتفاق موسكو أولا الذي كان هو طرفا فيه، والسيد بوتين رئيس روسيا عندما وقع السيد فايز السراج على وقف وتهدئة للاقتتال الدائر في طرابلس، وأيضا خرق لاتفاق برلين. أردوغان الآن يضرب بعرض الحائط ليس بليبيا ولكن منطقة البحر المتوسط برمتها في خطر الآن، ولهذا ربما استمعنا اليوم للرئيس الفرنسي ماكرون هذا التصريح الذي ربما أزعج فرنسا وأزعج الاتحاد الأوروبي الذي أخذ خطوة في مؤتمر برلين الذي هو ربما كان الذي يقود عملية التوافق التي حدثت في المنظومة الدولية قادتها أوروبا. نتفق على هذا. ربما فرنسا الآن تمارس نفس الدور التي مارسته برلين، ألمانيا ميركل تريد تحجيم الدور التركي وتحديدا أردوغان في منطقة شمال أفريقيا. الخطر الآن ليس على ليبيا برمتها ولكن على منطقة البحر المتوسط. الآن بوارج الآن موجودة في بحر المتوسط مقابل الشواطئ الأوروبية وليست ليبيا الضعيفة. طيب سيد أحمد، أعتقد لهذا أرى أن الاتحاد الأوروبي نعم سيأخذ خطوات مهمة، ونعرف جيدا نعم أن فرنسا هي التي تعرقل انضمام نعم تركيا للاتحاد سيد الأوروبي. سيد أحمد، السؤال المهم الآن، إذا كان أردوغان لديه النية بالفعل على أن يواصل إمداد السراج بالمرتزقة وبالأسلحة، لماذا شارك في مؤتمر موسكو ومن بعده في مؤتمر برلين؟ دعني أقول لك، ربما شاهد ربما الطرف الآخر، دعنا نقول بكل وضوح وبكل صراحة، لم تكن هناك تهدئة أو لم يكن هناك وقف لإطلاق النار بكل ما تعني الكلمة. ودعني أقول لك، ربما هي عملية استراحة المحارب. أردوغان يريد دعم التيار الإسلامي في طرابلس بدون شك، ونعرف جميعا أن المعقل الوحيد الآن في ليبيا للتيار الإسلامي هي طرابلس، فلهذا ربما نشاهد أردوغان يدعم حكومة الوفاق بشكل كبير جدا. وأنا هنا دعنا نتحدث بكل وضوح، نحمل المسؤولية للمجتمع الدولي. هل فرنسا 2011 هي فرنسا 2020؟ سوف تكون فعلا فرنسا 2011 في 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 في, في الأزمة الليبية؟ لا أعتقد ذلك. المجتمع الدولي ليبي بحاجة لقرار دولي لحماية المدنيين. يجب أن يكون، أتمنى من السيد ماكرون الرئيس الفرنسي أن يلتفت للليبيين وأن يكون هناك قرار أوروبي دولي لحماية المدنيين. نعم، بخصوص القرارات الدولية، هناك جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي غدا لاعتماد مقررات مؤتمر برلين. هل سيمرر هذا القرار أم أن العرقلة واردة هنا؟ أتمنى أن يمرر هذا القرار، وأعتقد أن المجتمع الدولي وحديث السيدة ماكرون اليوم، أعتقد أن هناك نية غدا لإصدار نعم قرار سيد فعلا حميد، أنت تتمنى لتقويض الحرب والصراع لكن في طرابلس. نعم أنت تتمنى، لكن المؤشرات إلى أين تتجه؟ إلى الموافقة أم ستكون المؤشرات هناك عرقلة؟ أنا ذكرت لك نعم المؤشرات، ذكرت لك أن الرئيس ماكرون اليوم يتحدث ويقول أن تركيا ترسل بوارج وتؤجج المنطقة برمتها وليس ليبيا. أعتقد أن غدا سوف نكون في 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 يوم تاريخي فيما يتعلق بليبيا، وربما التاريخ يكرر نفسه مثل ما حدث في 2011 2020. غدا سوف يصدر قرار أممي اتجاه ليبيا لتقويض الصراع ولحماية المدنيين. الليبيين يريدون حماية المدنيين، يريد المجتمع المدني المجتمع الدولي يلتفت لليبيين وأن يكون هناك قرار أممي لحماية المدنيين وليس لتقويض
التواجد التركي في المنطقة برمتها. نلاحظ الآن هناك صراع أطراف دولية، صراع محاور، وليبيا لا تعني شيء للمجتمع الدولي. نعم. أتمنى غدا وأرى أن من خلال تصريح السيد ماكرون، نعم، أن سوف يكون هناك قرار أممي لتقوية التدخلات برمتها وليس التركية غدا. أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من تونس فرج حميد المحلل السياسي الليبي.